مشاهدينا الكرام، انفردت الجزيرة مباشر مصر ببث صور حية ومباشرة لتدمير منازل المواطنين في رفح وتهجيرهم قصرا. لنا نواصل الانفراد أيضا ببث أول لقطات مصورة من داخل مدينة رفح المصرية، التي تكشف هذه اللقطات الحصرية حجم الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين جراء العملية التي يقوم بها الجيش تمهيدا لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة. ويتحدث في هذا التسجيل مواطنون عن طريقة إجلائهم قصرا من قبل قوات الجيش حسب وصفهم. هذا هو حالنا كده، طلعونا من بيوتنا غصب عنا، أعطونا يوم مهلة، أجونا الساعة 11:30 الظهر، قالوا لنا اطلعوا من بيوتكم، ثاني يوم هنيجي نفجر بيوتكم الساعة 9، وهذا هو فجروا 5 بيوت مع بعضها، غصب عن طلعوا الأهالي غصب عنهم، أجبرونا نطلع، مجبورين نطلع، وكمان عملوا حوارات معنا بالصحفي العسكري، أجبرونا نقول كلام غصب عنا، هو مش طالع مش كلام مش منا. وانا ماليش بيت ولا شغاله في انفاق ولا بعرف انفاق، انا معي 5 بنات وولدين وجوزي بيشتغلش، وين اروح الحين؟ وين اروح؟ انا مش عارف وين اروح، انا عفش مرمي هناك عند الناس في الحوش مرمي لحد ما اشوف لي بيت، مش عارف وين اروح ولا وين اجي، انا مش عارف وين اروح. حسبنا الله ونعم الوكيل وبس، حسبنا الله ونعم الوكيل. صاحبي اجى عمل لقاء مع واحد كده كبير في السن، واجبر انه يقول كلام هو مش طالع منه، بس اجبر انه هو كل واحد بيقول كلمه قدام الصحافه المصريه مجبور يقولها، مش بقولها بخاطره، وكمان ما تكونش حقيقه، بتكون كذب، كله كذب في كذب وفبركه، كله كذب في كذب وفبركه، ما حدش راضي يطلع من بيته، ما حدش راضي يسيب بيته، انولدنا هنا وعشنا هنا وهنموت هنا، وين نروح؟ كل هذا بوسع عشان يدولها لليهود. حاولت انادي الصحفي، الصحفي كان ماشي من قدام البيت يصور البيت وهو مهدوم، صوروا هم قبل ما ينهدم وصوروا بعد ما ينهدم. حاولت اناديه يعمل معنا لقاء، نقول اللي جوانا، نعبر على اللي عنا، مش ما رضيش. قال انت هتقولي ايه؟ قلت انت حر، انا حره اقول اللي اقوله، انت تجبرني اقول كلام مش عايز اقوله. ما رضيش يجي يعمل معنا لقاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا وحده عنده العقل، هو اللي ينطق فيه. ده اليهود ما عملش كده. ده بالانسان يا رب اخلص دورنا. طب التحية والحين يا رب اخلص امرك فينا كده. ماشي يا رب. ماشي يا رب. وين اروح؟ انا قاعد مسجلت عربيه توديني يا حبيبي. عربيات 1000 جنيه بدهم يا حبيبي في العربيه. 1000 جنيه 200 جنيه ولا 3 بدهم 1000 جنيه. وده عدالي كله في الاكياس، وانا ما عارف وين اروح يا بنتي. ولا من عارف وين اروح ولا من البني. بدي اكلم ابن اختي خليه بكره يجيب العربيه دي هذه بتاعته، يقول لي نقلتين، وابو علاء هذا اللي بيجي يعطيني نقلتين. وين يا حبيبتي؟ ولا 3 عربيات بدها داري. 3 عربيات كل 3 لا ترفع، 3 عربيات كلها. ولا من 3 عربيات لما يوقفوا لي. معناش خيط يا حبيبتي، معناش عيدي يا حبيبتي، معناش ونجيب نخدم يا حبيبتي بنكتب الامر بنكتب. هذا وتتواصل عمليات التهجير التي فرضها الجيش المصري على سكان مدينة رفح المصرية والمتاخمة للحدود مع قطاع غزة. وتعمل وحدات من سلاح المهندسين التابعة للجيش المصري على هدم منازل المواطنين على الشريط الحدودي بعد إخلائها قصرا من السكان تمهيدا لإقامة منطقة عازلة. قالت مصادر عسكرية إن إجمالي المنازل التي تم إخلاؤها حتى الآن في منطقة الشريط الحدودي بلغ 110 منازل. وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة رفح الآن أبو عبد الله، وهو أحد المواطنين
الذين يتم إجلاؤهم حاليا من منازلهم لهدمها لإقامة المنطقة العازلة. أبو عبد الله، يعني لو تحدثنا بالتفصيل أكثر، أو كلمنا بالتفصيل عن اللي بيحصل، عن اللي بيحصل دلوقتي في سيناء. اللي بيحصل زي يوم القيامة، والله زي يوم القيامة. اللي بيرحل الشارق واللي عندنا مطر، الناس رمت حاجتها في الشارع وتبهدلت في المطر، اللي كله مطر. تمام. عندنا الحاجات كلها في الشوارع، بيحطوا في الشوارع، واحنا جنبنا يعني وين نروح؟ وين نروح احنا؟ طيب. طب بس ابو عبد الله، انا هسالك بس في البدايه، مين اللي راح لكم البيت وطلب منكم ان انتم تخلوه، وامتى؟ المجلس مجلس رفح. يجي بيقول لك بتروح له، بيجي بيقول لك 500 متر يخلو تخلق في، بيقول لك تعويضات ومش تعويضات، بيقول لك لما ينفجر البيت، لما يتفجر البيت ما بنديك تعويضات. طب احنا بدناش تعويضات، خذوا منا، حطوا علينا فلوس واطرح لنا من مكاننا. طيب بس انا عايز افهم ايه موضوع ال 500 متر ده؟ 500 متر بيقول لك احنا الحين 500 متر، وفي اشاعات، عارف كل واحد بيقول لك كلام، كل واحد بيقول لك كلام، مش بيقول 500، وش بيقول 5 كيلو، وش بيقول كيلو ونص، وش بيقول 2 كيلو. طيب. فين بيتك بالتحديد يا ابو عبد الله؟ فين بيتك بالتحديد؟ هل هو في منطقة ال 500 متر الموازية للشريط الحدودي مع غزة؟ والله بيت بعد ال 500، يمكن ب 20 متر حطوا بال 500. بعد ال 500 يمكن ب 50 متر 20 متر حطوا من ضمن ال 500. يعني انت بيتك بعد ال 500 متر ب 20 متر. حطوا من ضمن ال 500. وحطوه من ضمن ال 500. طيب امتى بلغوك تحديدا ان انت لازم تخلي البيت بتاعك؟ مجلس المحلي ابلغك امتى انك انت لازم تخلي بيتك؟ في ورق موزعين، واللي ما يخليش، بالكلام زي ان ناجي بالاجبار يخلوك بدون تعويضات خالص، مالكش تعويض وهتنحبس. يعني قالوا لك لو انت اخليته، دلوقتي هيدوك تعويض، لو مش اخليته هيفجروه ومش ليك تعويض. ومش ليك تعويض يقولوا حاجه كمان حبس. طيب. قالوا هم زي اليهود في الشوارع الدبابات، هم بيخطفوا كل الليل كله. واحنا مصريين اسود منهم، هم اللي مش مصريين، احنا وطنيين اسود منهم، بندافع على ارضنا، هذه سينا دفننا فيها جدودنا فيها. وين نروح احنا منها؟ وين نروح؟ اول يخربون الدنيا كلها، اشرح لي منها وين نروح؟ وين يخرب بيته يا راجل، وش اللي جابه علينا؟ ايش اللي جابه احنا؟ وين نروح؟ انت بيتك بيتك دوت يا ابو عبد الله بنيه من قد ايه في سينا؟ بنيه من قد ايه في رفح يا ابو عبد الله؟ انا جدي في سينا، عندنا جد عمره 120 سنه، قال ابوي وجدي عمره ما سمع الكلام هذا. قال انا عمري 110 سنه وابوي قبلي وعيد، وشوف انه وابوي جد لانه فوق 340 سنه، قال اليهود احتلونا والدنيا كلها احتلتنا، والله ما شفنا اللي شفناه لابن هذول خالص، ولا لليهود ولا الاجاء ولا العالم كله عمل حصلت اللي حصل. واحنا مدينه رفح، مدينه مدارس وجوامع، والناس عندنا دكاتره وعندنا مهندسين، هذا بلدنا متعلمين. وفش والله وحياه الله التفجير وكله كله انه هم اللي بيعملوه، والله هم اللي بيعملوه. مين اللي بيعملوه؟ يا ابو عبد الله؟ عصابه هم اللي ماسكين البلد دلوقتي، المخابرات والحكومه هم اللي بيعملوا الكلام ده. أو في 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 أهالي كتير بيتم إجبارهم خارج منطقة ال 500 متر على إخلاء منازلهم، ولا أنت كان ليك حالة استثنائية أنت وعدد من الناس القريبين من الشريط ده؟ لا، الحين هم الحين لسه يعني بادئين، بهدوا اللي دخلوا، لسه دخلوا واحد دخلوا، يعني لسه الدور ما جاش، احنا مش عارفين وين هيوقف لسه. 500، 5 كيلو، 2 كيلو، كلهم مش عارفين وين هيوقف لسه. لكن بس انا عايز افهم منك نقطه يا ابو عبد الله، يعني منطقه ال 500 متر اللي هي على الشريط الحدودي مع غزه، كل البيوت اللي فيها تم هدمها بالكامل؟ بيهدوا قاعدين، لسه بيهدوا، عمال اليوم الجمعه مش موقفين، هذول بيهدوا، يعني لسه بيهدوا، لسه مش عارفين وين هيوقف. في تقريبا كم بيت؟ في المنطقه دي؟ والله مدينه كامله. مدينه كامله.
مدينه كامله، مدينه رفح هذا لازم نهدم 500 متر فكت، وقال عليها ما فيش شيء اكثر كثافه سكانيه بال 500 متر. طيب هم دلوقتي تجاوزوا ال 500 متر، لان انت بيتك زي ما بتقول بعد ال 500 متر ب 20 متر. طب هم من ضمن ال 500 قال لك يلا هد. عرضوا عليكم تعويضات يا ابو عبد الله قد ايه؟ والله لا حديث الحين ما شفنا ولا حاجه ولا بندري، بقول لك زي يوم بدينا انا اللي بيشرق واللي بغرب والمجلس مليان ناس، كل واحد بيقول لك كلمه، اللي بيقول لك لسه كمان ثلاث شهور، اللي بيقول لك شهرين ولا شهر، محدش عارف ايش بيقول. طيب قالوا لك اخلي البيت ومش قالوا لك هتقعد فين لما تخلي البيت؟ يعني مش قالوا لك هيوفروا لك مكان تاني؟ في الشارع، اقعد في الشارع، مش مالناش دعوه، اقعد في الشارع اخلي وبس، هذه اوامر وبس، مالناش دعوه، اقعد في الشارع، اقعد في البحر، مالناش دعوه. مين قال لك اقعد في الشارع؟ الجيش ولا مجلس المدينه؟ الناس اللي مش عربيات، بقول لك زي شغل عربيات بتحول ودنيا بتحول، وهذه دوخه البلد، دوخه كله برحل، مش عارف وين نروح. الله العظيم غير الخوف، الناس اللي قطع قلبها الخوف، ذبحونا هنا احنا، كان المحل المفروض ما حدش يطلع، يعني ما يطلعش ينذبح ثاني يوم. غصب الناس تطلع، غصب بالسيارات، وحرب بحال بسينا، حرب مش اعمر، المفروض اعمر سينا. طيب مش هجرنا والله ما عارفين نروح نعيش، والله ما احنا عارفين نعيش وين. طيب يا ابو عبد الله، المنطقه اللي انت فيها دلوقتي فيها وحدات من الجيش او وحدات من الشرطه ممكن يتم التفاوض معاها او مع قيادتها باي شكل من الاشكال، او حتى التفاوض مع المحافظ او التفاوض مع مجلس المدينه، ولا ما فيش مسؤولين خالص عندكم؟ ما حدش سأل عن حد، ما حدش سأل عن حد، تشوفون ما حدش له دعوه في حد خالص، يعني كلمه بتطلع بس ماليش دعوه في حد، يعني ما فيش حد يمارس. في اعتقالات تمت او في اي حاجه تمت عندكم غير هدم المنازل في الفتره اللي فاتت دي؟ لا مفيش اعتقالات. لا. طيب لكن في تواجد مكثف للجيش في المنطقه دي؟ ايه في تواجد مكثف للجيش في المنطقه عندكم يعني؟ تردد 24 ساعه الليل كله والنهار كله، والمي قاطع عندنا، والكهرباء المي والكهرباء قاطعه، والمحلات اخلص، يعني وين ثلاثه ما فيش وكل ولا محل ولا اي حاجه. المي قطع عليكم من المي والكهرباء قطعين عليكم من امتى يا ابو عبد الله؟ والله بقطع من الصبح بتيجي المغرب الكهرباء. الكهرباء بتيجي المغرب وبتقطع كذا مره بالليل. طيب اما دلوقتي ما دلوقتي مش عارفين عاد تيجي وبتقطع مي بتيجي. في رسالة عايز توصلها أبو عبد الله لحد قبل ما ننهي المكالمة معاك؟ حد مين؟ في رسالة عايز توصلها لحد قبل ما ننهي المكالمة معاك؟ للعالم كله يتبث على سينا، الأشراف وين الأشراف؟ الأشراف اللي في البلد، مصر كلها وين مصر؟ وين مصر؟ المفروض يقوم على شو اللي بيحصل على سينا اللي فيها، والناس يحس فينا احنا شعب ودم، ولا احنا دم يا راجل، احنا شعب، ليش يعمل فينا كده؟ احنا مصريين زينا زيهم، يتحرك الشعب المصري وينه؟ شعب مصر وشعب مصر من اكبر الشعوب في العالم، يتحرك شعب كبير بضيع فيها، دخل الناس ولا ابوها. احدود اليهود، احدود اليهود عنا، احنا المنطقة دي بس احدود غزة. ترد بإيه على ترد بإيه على على الإعلام المصري اللي بيقول عليكم إن أنتم مش مصريين يا أبو عبد الله؟ الاعلام المصري الاعلاميين في مصر بيقولوا عليكم ان انتم مش مصريين. والله هم اللي هم مصريين، والله 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 ما هم اللي هم مصريين، بدمروا في مصر، دول بيبيعوا في مصر، هيدمروا مصر وهيبيعوها، واخريتنا ان شاء الله برضك في يوم من الايام هنرجع بلادنا، واخريتنا هنرجع بلادنا، حتى لو مشينا منها ان شاء الله هنرجع لها، وهتبين عاد حقيقه الدنيا كلها ساعتها. ولا حاجة، احنا ولا حاجة، ان شاء الله ربنا من عنده معنا، ربنا من عنده يسمعنا بس. ربنا من عنده معنا.
طيب يا ابو عبد الله كمان بالمره بجمله الاتهامات اللي بتكال ليكم في الاعلام اللي هم بيقولوا برضو ان انتوا ارهابيين وبترعوا الارهاب والامور دي وان كنتوا بتشوفوا العمليات اللي بتحصل في الجيش وبتسكتوا عنها وان كنتوا متواطئين مع اليهود واسرائيل تقول لهم ايه؟ لا ما فيش من الكلام ده اي حاجه ما فيش منه والله العظيم قصص الارهاب اللي بديش اقولها يمكن ما في ارهاب اصلا في سينا بس اعلام واختراعات وبس الارهاب زي ما قلت يعني في واحد اثنين عشرة في البلد عشان عشرة يعني انت جيش مصر ده ونبدا في البلد بدون اي خسائر ومحاكم عسكريه ويحكم الناس يحكم اللي الناس يحاولوا على المحكمه يحكموا اي واحد ارهاب اي حاجه مش في قانون في البلد ولا ما فيش قانون. الجيش بيقول ان هو بيعمل الاجراءات ديت عشان خاطر الامن القومي المصري وعشان خاطر يحمي الجيش من الارهاب في سيناء. الامن القومي 20 متر ما يهمني بالقصه دي 20 متر يسحر بها بين غزه وخايف من غزه، غزه يعني امين الدنيا ما فيش حاجه فينا من ناحيتها. احنا ساكنين بال 500 متر مع والله عمرنا بالحياه ما شفنا اي حاجه من اللي بتشوفها برا من تحت دي. ما شفناش في الاسلحه هذه خالص والله. اما هو 20 متر يسحرها على حدود يسحرها 20 متر. طيب. يسحرها على حدود 20 متر وخلاص. ويسيب الناس بحالها وعمرهم خلاص اذا العوقه الامن القومي عشان حماس الانفاق يسحرها 20 متر بالحفار وخلاص في ديار مي على حدود 4-5 ديار يكبن فيها قناه زي قناه كده. عمر ما فيها اي انشاءات. طيب اشكرك شكرا جزيلا ابو عبد الله احد اهالي منطقه رفح الحدوديه الذين تم ابلاغهم بضروره اخلاء منازلهم فورا في المنطقه الواقعه بعد حدود ال 500 متر التي تحدث محافظ البحر الاحمر على انها فقط أو محافظ شمال سيناء عفوا اللواء حرحور على أنها فقط هي المنطقة التي سيحدث فيها إزالة للمنازل وتهجير الأهالي منها لمناطق أخرى آمنة، لكن حسب روايات شهود العيان أبو عبد الله من مدينة رفح بيقول لا في المنطقة اللي هو قاعد فيها بعد العشرين متر بعد الخمسمائة متر بعشرين متر إضافة إلى أنه لم يبلغ أحد من الأهالي لا بمساكن تأويهم جديدة ولا حتى بتعويضات سيأخذونها بشكل مباشر، قال لهم اقعدوا في الشارع، المجلس المحلي في سيناء قال لهم اقعدوا في الشارع.